وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. امتدادا لسلسلة دروسي شرح أصول القراءات العشر والتي تقام صبيحة كل سبت بمركز الملك خالد الإرشادي، والتي تنظمها مقرأة جامع الملك خالد بالرياض وترعاها مؤسسة الملك خالد الخيرية. هذا هو سادس دروس هذه الأصول، وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من شرح باب المد والقصر. اليوم إن شاء الله تعالى نستفتح أول أبواب الهمز، وللهمز في كتب أصول القراءات خمسة أبواب، وهي موجودة في الشاطبية والدرة، إلا أن الدرة تنقص بابا لأن الدرة ليس بها حمزة ولا هشام، ففيها الهمزتان من كلمة والهمزتان من كلمتين، والهمز المفرد وباب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ويزيد في الشاطبية باب وقف حمزة وهشام على الهمز. إذن فهي خمسة أبواب. نقدم بين يدي هذه الأبواب بمقدمة يسيرة. أولا، الهمز هو من الحروف التي احتفت بها العرب احتفاء لم يحصل لغيره، وذلك أن الهمز حرف جلد صعب بعيد المخرج، صعوبته وقوته أنه اجتمع فيه الشدة والجهر، الشدة والجهر من صفات القوة، ولأن العرب تنوعت في تخفيه في تخفيفه بشتى أنواع التخفيف لم يدخل في حروف القلقلة على كما عليه العمل عند كل المتأخرين وعامة المتقدمين. فالحروف قطب جد اجتمع فيها صفتا الجهر والشدة، وانحبس الصوت والإيش والنفس، فعدل إلى القلقلة حتى يخرج من هذا الإيه الانحباس التام في الصوت وفي النفس. أما حرف الهمز أو الهمزة فقد تنوع العرب وتفننوا في تخفيفها بشتى أنواع التخفيف، فمن بين هذه الأنواع التي تنوع التي يعني تفنن العرب في التخفف من ثقل الهمزة التسهيل، وهو الذي يراد بين غالبا في التخفيف، وهو الذي يراد بين غالبا في التخفيف. أحيانا يقولون التسهيل ويقصدون به جميع الأنواع، لأن هذا هو المتبادر غالبا، لكنه عند القراء يعني قد يأتي بالإطلاق العام اللي هو مطلق الإيش مطلق التغيير. لذلك لما قال في باب وقف حمزة وهشام قال إيه وحمزة عند الوقف سهل همزه، إذا كان وسطا أو تطرف منزله أول البيت بعده.
قلنا إن الهمزة حرف جلد صعب بعيد المخرج، لذا تنوعت العرب في تخفيفه بشتى أنواع التخفيف. التسهيل أول أنواع تخفيفه، وهو الذي يراد غالبا عند الإطلاق. لذلك كما ذكرنا أنه افتتح باب حمزة، وقف حمزة وهشام على الهمز، قال: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. في حين أن التخفيف في باب وقف حمزة وهشام يأتي على أنواع كثيرة، يأتي على إبدال، ويأتي على نقل، وعلى إسقاط، وعلى تسهيل بين وهكذا. التسهيل وهو الذي يراد عند إطلاق تخفيف الهمز، ونعني به النطق بالهمزة ما بين مخرجها ومخرج حركتها، وهو الذي قال فيه الشاطبي: والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. يعني مثلا ما قول أأنذرتهم، الهمزة الأولى محققة إجماعا، هذه ما فيها أي مشكلة، لكن نأتي الهمزة الثانية. إذا أردت أن أسهل يكون بين مخرج الهمزة ومخرج حركتها، حركتها ما هو؟ ها؟ حركتها هي الإيش؟ الفتحة. إذن تكون بين الهمزة وبين الألف، تصير إيش؟ أنذرتهم أئنك، تصير بين الهمزة وبين الإيش؟ الياء. أين أي، هذه غير آ، أي أئنك. أُلقي تصير بين الهمزة وإيش؟ والواو. أول أو هكذا. إذن هذا النوع الأول من أنواع التخفيف، وهو التسهيل، والذي يقال له بين، الذي يقال له بين، يعني بين الهمزة وبين مخرج حركتها. طيب، ثانيا النقل، وهو أن ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. مثلا من آمن تصير إيش؟ مناما. خلو إلى تصير إيش؟ خلو إلى. عذاب أليم تصير عذاب أليم، وهكذا. الإسقاط، ويقصد به إسقاط الهمز بالكلية. مثلا جاء أمرنا تصير جاء أمرنا. من السماء إن، من السماء إن، أو من السماء مثلا لو إنها في الطرف، من السماء تصير من السماء. الإبدال هذا النوع الرابع من أنواع التغيير، وهو إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها. يؤمن تصير إيش؟ يؤمن. فئة تصير فيه. فأو تصير إيش؟ فاو. وكل هذا وردت الرواية به عن القراء، كل هذا وردت الرواية به عن القراء. فالبعض نقل التحقيق، والبعض نقل التخفيف، وأكثر من نقلوا التخفيف الحرميون والبصريان عدا روحا. في بعضهم يسموه أم أهل سما الكبرى، يعني السما من الشاطبية ومن الإيش ومن الدرة، لكن هذا اصطلاح يعني ضيق يعني استعمله البعض. فاللي هم المدنيان والمكي والبصريان ما عدا روح، هؤلاء يخففون في الهمزتين من كلمة ومن كلمتين، وهي لغة قريش، لغة قريش التخفيف، والباقون بالتحقيق. وهذه مهمة أن تفهمها، يعني لأنها سترافقك في أبواب الهمز، خصوصا البابين الأولين اللي هما باب الهمزتين من كلمة ومن كلمتين. الباقون هنا عندنا الكوفيون وابن عامر، الأصل عندهم التحقيق، عندهم التحقيق، إلا أن هشاما متردد، إلا أن هشاما إيش؟ متردد بين التحقيق والتسهيل.
لكن الكوفيين مذهبهم في الجملة هو الايه؟ التحقيق. وكذلك ابن ذكوان، الاستثناءات قليلة جدا يعني. وأكثر ما يخفف به الهمز في باب الهمزتين من كلمة وكلمتين التسهيل، أكثر ما يخفف به في باب الهمزة من الهمز من كلمتين كلمة وكلمتين التسهيل، ويقال له بين بين، ويليه أقل يعني الإبدال ثم الإسقاط. أما في باب الهمز المفرد فأكثر ما يخفف به الهمز الإبدال، ويخفف الهمز في باب وقف حمزة وهشام بجميع أنواع التخفيف. طيب ننتقل إلى الباب الأول من أبواب الهمز. الهمزة يقصد بالهمزتين من كلمة دائما أن تكون هناك همزة استفهام وبعدها همزة أخرى. الهمزة الأخرى قد تكون همزة قطع وقد تكون همزة إيش؟ وصل. فالهمزة الأولى مفتوحة أبدا، الهمزة الأولى اللي هي همزة الاستفهام نفسها مفتوحة على طول، ما في همزة في هذا الباب إلا الهمزة الأولى منهم مفتوحة على طول، لكن الكلام كله على ماذا؟ ها؟ على الثانية، هل هي مفتوحة مكسورة مضمومة ولا هي ليست من همزة القطع أصلا بل همزة وصل؟ فإذا الهمزة الأولى مفتوحة أبدا وهي همزة الاستفهام. مثلا نأتي للهمزتين المفتوحتين، أألد وأنا عجوز أأنذرتهم، قرأ قالون وأبو عمرو وهشام بخلفه بالتسهيل مع الإدخال. نعم، قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام بخلفه بالتسهيل مع الإدخال. التسهيل احنا قلنا هو الهمز والحرف الذي منه اشكلة، حركة الهمز هنا ايش؟ احنا طبعا نتكلم عن الهمزة الثانية، الهمزة الاولى مفتوحة على طول، الهمزة الثانية فتحة، اذا بين الهمزة والالف. قال مع الإدخال، الإدخال هنا معناه إضافة أو الفصل بألف بين الهمزة الأولى والثانية، يعني تصير آلد آلد وأنا عجوز آلد أنذرتهم، تصير إيش؟ أنذرتهم أنذرتهم. ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا إدخال، نفس السابق لكن بدون ألف، بدون ألف فاصلة، آلد آلد أنذرتهم، إلا أن ورشا يزيد له وجه. ففي المثال الأول عندنا اللي بعد الهمزة الثانية لام مكسورة، لام يعني مكسورة حرف مكسور، فهو يبدل الهمزة الثانية حرف مد، وإذا كان بعدها ساكن مد مدا مشبعا، وإذا كان متحرك وإذا كان الحرف متحركا قصر، يعني تصير آلد. وكيف تصير؟ ها؟ آلد آلد كآدم وآمن، آلد آلد هكذا، آلد وأنا عجوز. في بعضهم يخطئ فينطقها بالتسهيل، يعني كأنه تسهيل مع الإدخال، لا هي مادة بس، آلد آلد وأنا عجوز. طيب في لها نظير؟ نعم لها نظير في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم، لأن عندنا هذه نفس الصورة. كيف تصير؟ أأمنتم أأمنتم، يعني كأنها آمنتم بس الميم إيش؟ مكسورة، كأنها آمنتم بس الميم مكسورة. احنا قصرنا رغم ان احنا أبدلنا حرف الهمزة حرف مد لأن بعدها متحرك، أما إذا جاء بعدها ساكن
فإننا نمد مدا مشبعا، نقول إيش؟ أنذرتهم وفي البعض يسهل وبعدين يمد، غلط، يسهل وبعدين يمد، لا، احنا الهمزة الثانية إما أن احنا بنسهلها أو بنبدلها. فأما جمع الإبدال مع التسهيل ما ينبغي، لأن هذا وجهان للتغيير في موضع واحد. يقول هكذا على طول بدون أي تموجات في الصوت، أنذرتهم. أما في آلد، لماذا قصرنا؟ أن بعدها متحرك، ما في وجه أصلا للمد المشبع، ما في وجه، لأن بعدها تحريك. أما أنذرتهم لأن بعدها ساكن، فأشبهت المد الإيش؟ اللازم، أشبهت المد اللازم. طيب، الباقون ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف العاشر بالتحقيق بلا إدخال، وهدول على طول كده، ابن ذكوان وعاصم وحمزة والكسائي وروح وخلف العاشر بالتحقيق بلا إدخال. طبعا يأتي يعني لابن ذكوان مواضع يسيرة، ولحفص موضع وحيد، والباقون لا تنخرم القاعدة عندهم البتة، اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وروح وخلف العاشر، هذول لا تنخرم عندهم القاعدة. طبعا إلا حمزة في حال الوقف، يعني أحكام وأحكام تانية غير الهمزتين من كلمة وكلمتين، هذه تدخل في باب آخر. فهؤلاء عندهم القاعدة التحقيق دائما في باب الهمزة من كلمة ومن كلمتين، تحقيق دائما على طول. هشام في وجهه الثاني بالتحقيق مع الإدخال. طيب نسترجع سريعا الشاطبية كده، نأخذ الأشياء الرئيسة فيها. وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، هذا في جميع الأنواع، وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما، سواء مفتوحة مكسورة مضمومة، فأهل سما إيش؟ يسهلون. وبذات الفتح خلف لتجملة، بذات الفتح خلف لتجملة، هذا بيتكلم عن إيش؟ عن التسهيل. إذا اللام هذه اللي هي لام هشام فيها إيش؟ فيها التسهيل وفيها التحقيق، فيها التسهيل وفيها التحقيق. فخلاف هشام في المفتوحة بين التسهيل وبين التحقيق، لأنه قال وبذات الفتح خلف، وهذا الخلف معطوف على التسهيل السابق، إذن خلف في التسهيل وضده الإيه؟ التحقيق. إذن هشام له مثلا في أأنذرتهم أو أألدوا، يصير إيش؟ أأنذرتهم كقالون ومن معه، وأأنذرتهم طبعا هو منفردا، هو كالذين يحققون، لكنه يزيد ألفا بينهم. طيب وورش، وبذات الفتح، وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت، قل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش، وفي بغداد يروى مسهلة، وفي بغداد يروى مسهلة، أي أن ورشا رحمه الله قرأ بماذا؟ قرأ بوجهين، بالإبدال وهو الذي رواه عامة المصريين عنه، وبالتسهيل وهو الذي رواه عامة البغداديين عنه رحمه الله. طيب وابن كثير من أين جئنا بتسهيله بلا إدخال؟ لأنه قال بعدين ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، أي أن المرموز لهما بها حجة بها لذ، قرأوا بإدخال ألف الفصل بين الإيه؟ الهمزتين. وطبعا وبذات الفتح خلف، قال إيش بها لذ؟ وقبل الكسر خلف له ولا، فهو هشام له خلاف
في المكسورة سيأتي، خلاف في المكسورة سيأتي. إذن في الهمزتين المفتوحتين يقرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام بخلفي بالتسهيل مع الإدخال. طيب نستحضر الدرة عشان تكتمل الصورة. لثانيهما حقق يمين، لثانيهما حقق يمين، إذن روح بالإيه؟ بالتحقيق. وسهلا بمد أتى، وسهلا بمد أتى، أي أن أبا جعفر يسهل مع المد يعني مع الإدخال. والقصر في الباب إيش؟ حلل. إذن يعقوب رحمه الله يقرأ بالقصر يعني بدون إدخال، سواء اللي يسهل اللي هو رويس ها، أو اللي يحقق اللي هو مين؟ روح، لأنه هو نص على التحقيق لروح، إذن يبقى رويس على التسهيل، لكنهما سواء حقق أو سهل فهو بلا إدخال، لذلك احنا دخلنا رويس مع الذين يقرؤون بلا إدخال. طيب ننتقل للي بعده. همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة، طبعا الأولى مفتوحة خلاص يعني ثانيتهما مكسورة. أإذا أئنكم، احنا قلنا ان اهل سماء عندهم في الباب هذا كله تسهيل خلاص، هشام يوافق في المفتوحة فقط، اذن هو هنا مش موجود معانا في التسهيل. قال تسهيل مع الادخال قالون وابو عمرو وابو جعفر، كما ذكرنا الابيات من الشاطبية، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقال ايش سهلا بمد اتى، إذن قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام راح منهم الآن. تسهيل دون إدخال ورش وابن كثير ورويس، هذه دائما. طبعا ورش لما قلنا الإبدال أنذرتهم أو آلد، هذا في المفتوحتين فقط. وقال وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت لورش وفي بغداد يرد ومسهلة، معطوف على ماذا؟ وبذات الفتح ها، لأن اللي قبلها إيش؟ وبذات الفتح خلف لتجملة، وقل ألفا أي بذات الفتح ها، لا تشمل المكسورة ولا الإيه ولا المضمومة. إذن ورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا إيش؟ إدخال. طيب وهشام قال التحقيق مع الإدخال وعدمه، التحقيق مع الإدخال وعدم، ما له تسهيل؟ لا ما له تسهيل، لأنه قال بذات الفتح خلف، بذات الفتح هو اللي معطوف على التسهيل، أما بغير ذات الفتح ليس له فيها إيه؟ تسهيل. طيب وقال وقبل الكسر خلف له ولا، وقبل الكسر خلف له ولا، إذن هو قبل المكسورة لهشام خلف، لكن الخلف هذا في ماذا؟ ها في الإدخال وعدمه، في الإدخال وإيه؟ عدمه، لأنه هذا معطوف على إيش؟ ومدك، معطوف على ومدك، على المد، ومدك قبل الكسر الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف، الخلف هنا خلف المد أو الإدخال وعدمه. طيب إذن لهشام هنا الإدخال وعدمه، ولم يسهل هنا إلا في موضع واحد فقط، اللي هو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون، قل أئنكم إيش لتكفرون. وله أيضا فيها قل أئنكم لتكفرون. طيب احنا قلنا لهشام إلا في المواضع السبعة، المواضع السبعة التي ستأتي لهشام فيها الإدخال قولا واحدا، الإدخال إيش؟ قولا واحدا. وكذلك في الاستفهام المكرر، لأنه قال في الاستفهام المكرر وامدد لوا حافظ بلى، وامدد لوا حافظ بلى.
طيب، والباقون تحقيق بلا إدخال. إذن مرة أخرى في المكسورة، أئذا أئنكم يقرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالإدخال، تسهيل مع الإدخال، أئذا أئنكم، وورش وابن كثير ورويس تسهيل بلا إدخال، أئذا أئنكم، وقرأ هشام بالإدخال وعدمه، أئذا أئذا أئنكم أئنكم. إلا في المواضع السبعة هذه له فيها الإدخال قولا واحدا، هذه له فيها الإدخال قولا واحدا، ولم يسهل في المكسورة إلا في موضع واحد، وقوله تعالى قل أئنكم لتكفرون في فصلت، وقرأ فيها بالتحقيق والتسهيل كلاهما مع الإدخال. والباقون بالتحقيق بلا إدخال. نعم، جاي المواضع السبع. المواضع السبعة التي يدخل فيها هشام قولا واحدا، إذا ما مت، إنكم لتأتون، إن لنا لأجرا في الأعراف والشعراء، إنكم لتأتون في الأعراف، إنك لمن المصدقين، إفكا آلهة، إنكم إنكم في الصلاة. طيب، هذه المواضع السبعة يدخل فيها هشام قولا واحدا، وقال وفي سبعة لا خلف عنه بمريم، وفي حرفي الأعراف والشعر العلا، إنك إفكا معا فوق صادها، وفي فصلت حرف، وبالخلف إيش سهلة. إذن أئنكم تختلف من وجهين هنا، من إيش وإيش؟ ها، إنه له فيها تحقيق والتسهيل، لكن هي تشابههم في أن فيها الإدخال قولا واحدا، تشابه المواضع السبعة في أن فيها الإدخال قولا واحدا، ولكنها تخالفهم أن فيها أيضا تسهيل، أن فيها تسهيلا. فهذه المواضع السبعة طبعا احنا نقول أئنكم لتأتون في الأعراف، لأن في أئنكم لتأتون فين؟ ها؟ فين؟ في النمل؟ في هود؟ العنكبوت. أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. نعم، والنمل ما فيها؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال، صح؟ إذن هذه اللي احنا نقصدها هي التي في الأعراف، دون العنكبوت ودون النمل، دون العنكبوت ودون النمل، هذه فيها التحقيق مع الإدخال. هذه المواضع السبعة لهشام فيها التحقيق مع الإدخال قولا واحدا، وفي طبعا وفي فصلة يزيد التسهيل، وبقية المواضع اللي هي من الهمزة المكسورة له فيها الإدخال وعدمه، الإدخال وإيه وعدمه، لكن مع التحقيق ولا التسهيل؟ ها، مع إيش؟ عجيب أيها الناس، هذه إجابة جماعية، ها، مع التحقيق، ثلاثة بس اللي بيجاوبوا. طيب، الهمزة المفتوحة اللي هي طبعا همزة الاستفهام قلنا هي مفتوحة دائما، وبعدها همزة مضمومة، هذه ثلاثة مواضع في القرآن فقط، ويزيد للمدنيين موضع رابع اللي هي ألقي الذكر أو أنزل عليه الذكر، وفي موضع في آل عمران أنبئكم. طبعا قالون وأبو جعفر في كل الأقسام عندهم الإيش؟ التسهيل مع الإدخال قولا واحدا،
وكذا أبو عمرو في المفتوحة والمكسورة قولا واحدا. أما في المضمومة فلأبي عمرو خلاف بين الإدخال وعدمه. قال: ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا. فإذا وإحنا عن أبي عمرو وهشام خلاف في المضمومة. وإحنا قلنا إن أبا عمرو له التسهيل في جميع الأنواع، كل أهل سمع من الشاطبية لهم التسهيل. إذن هو خلافه في الإدخال وعدمه فقط، يعني يقول ألقي الذكر أو ألقي الذكر. أما قالون وأبو جعفر فقولا واحدا ألقي الذكر، أنزل عليه الذكر، أنبئكم بخير من ذلك. أما ورش وابن كثير ورويس فيقرؤون بالتسهيل بلا إدخال على أصل قاعدتهم. وانضم إليهم أبو عمرو في الوجه الثاني عنه ألقي أنزل أنبئكم. طيب، أما هشام احنا قلنا في بداية الباب لما ذكرنا أصول القراء جميعا في هذا الباب، قلنا أن هشاما متردد في هذا الباب، يعني أحيانا يحقق، أحيانا يسهل، أحيانا يدخل، أحيانا يترك الإدخال وهكذا. طيب، لهشام الإدخال وعدمه في آل عمران، يعني يقول طبعا مع التحقيق أنبئكم. طب وفي القمر وصاد يزيد له التسهيل، ها، مع الإدخال، يزيد له التسهيل مع الإدخال. احنا قلنا في آل عمران له كم وجه؟ وجهان، تحقيق مع الإدخال وعدمه، يعني أنبئكم. طيب، وفي غير آل عمران في موضعين، هناك موضعان آخران في صاد وفي القمر يقرأ بإيش؟ بالتسهيل مع الإدخال، يعني ألقي أنزل أنبئكم. لا، إذن له في آل عمران تحقيق مع الإدخال وعدمه أنبئكم. وفي القمر وصاد نفس الوجهين ألقي أنزل. ويزاد له أيضا التسهيل كقالون ألقي أنزل. طبعا هذه مشكلة شوية في فهمها من الشاطبية، ولو يعني ارجعوا إليها في هذا، يعني إن أردت أن تحفظها كما هي فكما هي، وإن أردت أن تفهمها من الشاطبية فارجع للدرس الذي شرحنا فيه هذا الباب. وخلاصة الأمر أنه قال في الأول ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما، فهو جعل لهشام خلاف في ماذا؟ في الإدخال وعدمه. إذن هذه قاعدة مقررة، إذن هو يدخل ويترك، صح؟ هذه أولا. ثم قال وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص. حفص بيعمل إيش؟ بيحقق أنبئكم، وهو قال سبقا ذكر إيش؟ الإدخال وعدمه لهشام. إذن يقول أنبئكم كحفص، وكحفص بس زيادة الإدخال أنبئكم. وفي الباقي كقالون وعتلى. وفي الباقي يزيد له أيضا كقالون، يعني مش كقالون فقط، لا، كقالون مع الوجهين الآخرين،
يصير له ثلاثة إيش؟ أوجه. إذن مرة أخرى في ألقي وأخواتها قالون وأبو جعفر وأبو عمرو بن خلف عنه بالتسهيل مع الإدخال، وورش وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا إدخال، وهو الوجه الثاني لأبي عمرو. أما هشام فيفصل في آل عمران له التحقيق مع الإدخال وعدمه، وفي القمر وصاد هذان الوجهان ويضاف لهما التسهيل مع الإدخال. أما الباقون فلهم التحقيق بلا إدخال. تنبيه: يلحق بهذا النوع أشهدوا خلقهم للمدنيين في سورة الزمر في قوله تعالى: أشهدوا خلقهم، يقرأها المدنيان أشهدوا خلقهم بهمزتين، أشهدوا يزيد همزة مضمومة، يزيدون همزة مضمومة. فعند المدنيين تأتي على قاعدة أهل سما في التسهيل أشهدوا، إلا أن قالون قد اختلف عنه في الإدخال وعدمه، إلا أن قالون قد اختلف عنه في الإدخال وعدمه. هذا موضع وحيد منصوص عنه، وفيه المد بالخلف بللا. الشاطبي قال فيه إيش؟ وفيه المد بالخلف بللا. لا يعني قالون له فيه خلاف في المد. طيب وابو جعفر يصير إيش؟ على قاعدته لأنه لم يستثنى له أشهدوا. طب ورش على قاعدته أيضا أشهدوا تسهيل بلا إدخال. إذن عندنا قالون له وجه كورش ووجه كأبي جعفر أشهدوا أشهدوا. طيب هذا انتهى ما يتعلق بهمزة القطع اللي هي همزة الأولى، همزة الهمزة المفتوحة، همزة الاستفهام، وبعدها همزة قطع. إلا في بعض مواضع لها أحكام خاصة ستأتي، بعض مواضع لها أحكام خاصة ستأتي. اعترضت بين هذه قضية همزة الاستفهام، همزة الوصل. همزة الوصل إذا جاءت بعد همزة الاستفهام ربما تأتي في اسم أو في فعل، فإن جاءت في فعل سقطت، فإن جاءت في فعل سقطت. يعني ما قل اطلع الغيب، اطلع هذه إيش؟ همزة إيش؟ وصل. طيب أنا أريد أن أدخل عليها همزة الاستفهام، أقول أطلع الغيب، أين ذهبت همزة الوصل؟ ها أزيلت. قل أتخذتم أو أتخذتم، هي أصلها اتخذتم، هذه الكلمة بدون همزة الاستفهام اتخذتم، لكن لما دخلت عليها همزة القطع اللي هي الاستفهام صارت إيه؟ قل أتخذتم أو أفتخذتم. فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة القطع أزالتها، أزالتها، زالت همزة الإيه؟ الوصل. أما إذا وقعت قبل اسم فقد اتفق القراء على تسهيلها، لكن اختلفوا في طريقة الإيش؟ التسهيل. اتفقوا على التليين والتخفيف، لكن كيف الطريقة هناك خلاف. مثلا هي ثلاث كلمات ويلحق بها كلمة السحر في يونس. قل الذكرين الآن الله. فهناك من أهل الأداء من رأى أن تبدل الألف وتمد مدا مشبعا، قل الذكرين الآن الله، هي ثلاث كلمات في ستة إيش؟ مواضع. ثلاث كلمات في ستة مواضع، منها اثنين في الأنعام واثنين في يونس، وبقي موضع
في يونس الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن يونس فيها ثلاث مواضع، والله خير أما يشركون أو تشركون في سورة النمل. جاء عن أهل الأداء طريقتان في تخفيف هذه الإيه الهمزة، فهناك من أبدلها مع المد المشبع إلحاقا لها بالمد اللازم، يعني الذكرين الآن الله، ويلحق بها السحر لأبي عمرو وأبي جعفر، وقال مع المد قطع السحر حكم، مع المد قطع السحر حكم، يعني ما جئتم به السحر. وهذا الوجه الأول في تخفيف الكلمات الأربعة بالإبدال. وهناك من رأى من أهل الأداء أنها تسهل بين بين الذكرين الآن الله السحر. وطبعا قلنا أبو جعفر يقرأ في السحر كأبي عمرو، له فيها إيش همزة قطع، همزة قطع تسبق همزة الوصل. إذن نعيد، همزة الوصل إذا جاءت بعد همزة الاستفهام فإن كانت في فعل حذفت الهمزة، وإن كانت في اسم فللقراء طريقتان في تخفيفها، إما بالإبدال مع المد المشبع الذكرين وكذلك أخواتها، أو بالتسهيل بين بين الذكرين. وهنا تنبيه أنه في حالة التسهيل لا ندخل لأحد، لأنه قال لما قال وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام إيش فامدده مبدلة أو أبدله مادة. بعضهم يقول يعني أن في هذا البيت قلب يعني، فامدده مبدلة فللكل ذا أولى، يعني هذا الوجه المقدم، ويقصره الذي يسهل عن كل كآلان مثلا، ولا مد بين الهمزتين هنا، ولا مد بين الهمزتين هنا، يعني ما في أحد من أصحاب المد من أصحاب الإدخال يدخل، يعني ما ينفع قالون يقول إيش قل الذكر، لا ما في، ولا قالون ولا غيره، ولا مد بين الهمزتين هنا، يعني ما في أحد من الذين مذهبهم الإدخال يدخل في هذا الإيه النوع، لا أحد يدخل في هذا النوع. طيب طبعا هذه الأحكام إجماعية من طريق الدرء الشاطبية والدرة، يعني ما في أخلاف، أما في طرق الطيبة ففي بعضها في تفاصيل، في بعضها لا يروي التسهيل، يروي الإبدال فقط. هناك كلمات لها حكم خاص، هناك كلمات من هذا الباب لها حكم خاص، وهي سبعة كلمات وتكرر منها واحدة في ثلاث مواضع وواحدة في خمسة مواضع، لكن هي ككلمات هي ست كلمات: أأعجمي، أأن كان ذا مال، أأذهبتم طيباتكم، أأن يؤتى في آل عمران، أآمنتم في مواضعها الثلاثة في الأعراف طه والشعراء، وأئمة. طبعا في هذا الباب كل ما جاء في باب الهمزتين من كلمة فهو عبارة عن همزة استفهام بعدها همزة أخرى، ما عدا كلمة أئمة، ما عدا كلمة أئمة، كلمة أئمة ليست يعني فيها همزة استفهام، ولكنها من هذا الباب لأنها اجتمع فيها همزتين متتاليتين في كلمة واحدة. طيب كلمة أأعجمي،
كلمة أعجمي قرأ ورش وابن ذكوان وابن كثير وحفص ورويس بتسهيل همزة الثانية دون إدخال ولورش إبدالها حرف مد مشبع أو مشبعا، وقالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال، وقرأ هشام بهمزة واحدة على الإخبار والباقون بتحقيق الهمزتين دون إدخال. طيب، هو قال إيش في الشاطبية وفي بغداد يروى مسهلة، ها، وحققها في فصلت صحبة أعجمي ولولا أسقطن لتسهلا، وحققها في فصلت صحبة أعجمي. إذن صحبة اللي هو حمزة والكسائي ومعهم طبعا خلف، وقرأوا بالإيش؟ بالتحقيق. نعم، وشعبة. نعم، وشعبة. فخرج حفص من الكوفيين على غير قاعدته، خرج حفص من الكوفيين خلافا لقاعدته، فانضم إلى من يسهلون. وأما المسهلون وكذلك ابن ذكوان، وكذلك ابن ذكوان، لأن ابن ذكوان الأصل عنده التحقيق ولم يروى عنه التسهيل إلا في كلمات يسيرة جدا. وأما الباقون فهم على أصولهم، فورش بالتسهيل بلا إدخال، وقالون وأبو عمرو وأبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال. هشام المفروض لو أنه يقرأ كقالون كان قرأ مثله، لكن هشام قرأ في هذا الموضع بهمزة واحدة، ولولا أسقطن لتسهلا، ولولا أسقطن لتسهلا، يعني هشام يقرأ إيش؟ لولا فصلت آياته أعجمي، لولا فصلت آياته أعجمي بهمزة واحدة على الإخبار. وقالون ومن معه أعجمي على أصل قواعدهم، وورش وابن كثير ورويس على أصل قواعدهم أيضا أعجمي، وانضم لهم هنا ابن ذكوان وحفص خلافا لقواعدهما، فقرأوا بالتسهيل بدون إدخال. وطبعا لورش على قاعدته المعروفة في المفتوحتين، ها، إبدالها حرف مد مشبعا، يعني كيف يقرأ؟ لولا فصلت آياته أعجمي، أعجمي كأنذرت. واضح؟ ننتقل لبعدها ولا نتلبث قليلا؟ والباقون بالتحقيق دون إدخال، وهم حمزة والكسائي وشعبة وروح وخلف العاشر. كلمات لها حكم خاص، هذه الكلمة الثانية ولا الثالثة؟ الثانية. أذهبتم، وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت، يعني صارت شفعا، يعني بدل ما همزة واحدة صارت بهمزة أخرى، صارت إيه؟ همزتين. كما دامت، كما دامت، يعني مين اللي بيزيد همزة ثانية؟ ابن عامر وابن كثير. طيب، هذا في الإيه؟ في الشاطبية. وقال هناك إنك لا أنت أد أن كان فد واسأل، يعني استفهم، مع ذهبت مذ حلا، واسأل مع ذهبت مذ حلا. خد بالك هذا عشان نحتاجه تاني، الدليل هذا، يعني إذ حلا اللي هو أبو جعفر ويعقوب يقرآن بالاستفهام. إذن إحنا عندنا الأول قبل ما نجي للتفاصيل، فهناك من يقرأ بالاستفهام وهناك من يقرأ بالإيه؟ بالخبر. اللي بيقرأ بالاستفهام من؟ كما دامت، ها، ابن عامر وابن كثير، ويقرأ وكذلك يعقوب وأبو جعفر، وكلهم على أصولهم، كلهم على أصولهم. كيف يعني؟
يعني ناخذ ابن كثير، ها كيف يقرا؟ بالتسهيل بلا ادخال، اذهبتم. طيب ابن عامر ينقسم اثنين، لان هذا همزه مفتوحه، يقرا هشام ها اذهبتم، ويقرا كذلك اذهبتم، مش كده ولا ايه؟ طيب وابن ذكوان اذهبتم بالتحقيق. طيب وابو جعفر اذهبتم بالتحقيق مع الادخال على قاعدته. طيب ويعقوب ينقسم اثنين، روح يقرا بالتحقيق بدون ادخال اذهبتم، و رويس يقرا بالتسهيل بلا ادخال اذهب. واضح كده؟ طيب نرجع للشريحه هنا. قرأ ابن كثير ورويس بهمزتين مع الاستفهام وتسهيل الثانية بلا إدخال، وقرأ هشام وأبو جعفر بهمزتين مع التسهيل والإدخال، هناك أذهبتم بدون إدخال وهنا أذهبتم، وزاد هشام كذلك التحقيق مع الإدخال، يقول إيش؟ أذهبتم. وابن ذكوان وروح بهمزتين محققتين أذهبتم، وقرأ الباقون بهمزة واحدة محققة على الإخبار، وهم نافع وأبو عمرو والكوفيون، أذهبتم بهمزة واحدة على الإخبار. طيب هذه الكلمة الثالثة من الكلمات التي لها حكم خاص، أآمنتم، وقال وطاها، وفي الأعراف والشعراء بها أآمنتم للكل ثالثا وبدلا، يعني هذه المواضع الثلاثة جاءت في الأعراف وطاها والشعراء. وحقق ثان صحبة، إذن صحبة يقرؤون بماذا؟ ها بالتحقيق. ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا، يعني إيش؟ يعني قنبل في طاها آمنتم له يقرأ بهمزة واحدة بإسقاطه الهمزة الأولى، همزة الاستفهام، وفي كلها حفص، وفي كلها حفص، يعني حفص يقرأ بإيه؟ بهمزة واحدة في المواضع الإيش؟ الثلاثة، في المواضع الثلاثة يقرأ بإيه؟ بهمزة واحدة. وهناك قال إيش في الدرة؟ قال آمنتم أخبر طب، آمنتم أخبر إيه؟ طب. إذن رويس يقرأ بالإخبار. طيب إذن عشان نقسمها الأول قبل ما نجي للتفاصيل الدقيقة، نجي الأول نقسم إخبار واستفهام. إخبار من؟ حفص في جميع المواضع، ورويس، حفص ورويس بالإخبار في الثلاثة. طيب وسيدنا قنبل في الأعراف وفي الشعراء بهمزتين، وفي طه كحفص ورويس. بعد ما قسمنا هكذا الأول إخبار واستفهام، نقسم ثاني إيه اللي يسهل واللي إيه يحقق. صحبة وحقق ثان صحبة، إذن صحبة يعملون ماذا؟ ها يحققون، اللي هو شعبة وحمزة والكساء، وينضم إليهم إيش؟ خلف، وينضم إليهم كذلك روح، روح بيقرأ بهمزتين مع التحقيق. إذن روح وحمزة والكساء وشعبة وخلف يقرؤون بهمزتين محققتين، وحفص ورويس ها بهمزة واحدة، ووفقهم قنبل فيه الموضع طه. بقي لنا الذين يسهلون. الذين يسهلون، خد بالك الكلمة هذه لها خصيصة، ان الكلمة هذه لا يدخل فيها احد، لا يدخل فيها احد. لماذا؟ لان هذه الكلمة اصلا هي اصلها آمنتم، اصلها آمنتم، اصلها آمنتم، اصل الكلمة ايش؟ أأمنتم. لكن العرب لا يستسيغون أن تكون ثانية الهمزة الهمزتين ساكنة، لذلك قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم، يعني واجب لغة
واجب لغة قبل أن يكون قرآن. فهو هي في اللغة ما يجتمع، ما يصير كذا قل أآمنتم أو إيمان اللي هو إيمان مثلا، أو أؤتوا قل أؤتوا إيمان آمنتم. فهو أصلا فيها همزة كانت ساكنة وإيش وأبدلت ألفا، فلا يضاف إليها زيادة مد آخر، لا يضاف إليها زيادة مد آخر. لذلك اتفق القراء حتى الذين مذهبهم الإدخال على عدم الإدخال في هذا الإيه النوع. طيب إذا نجي للتفاصيل. قرأ حفص ورويس بهمزة واحدة في المواضع الثلاثة على الإخبار، وافقهما قنبل في طه فقط. وقرأ روح والكوفيون غير حفص بهمزتين محققتين في المواضع الثلاثة. طيب وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بتسهيل الهمزة الثانية في المواضع الثلاثة دون إدخال لأحد، إلا أن قنبلا. طيب خلي قنبل الآن، أخبر في موضع طه كما سبق، هذا نبهنا عليه في البداية في أول فقرة. يلحق بكلمة آمنتم في عدم الإدخال كلمة أآلهتنا خير أم هو، يلحق بها إن ما في أحد من القراء يدخل فيها. لماذا؟ لأن هي فيها نفس العلة، لأن فيها نفس الإيه العلة. مش هنا احنا قلنا آمنت همزة ساكنة وأبدلت، كذلك آلهتنا أصلها آلهتنا أصلها كده أصلها آلهتنا، أقول هذا في الأصل الوضع اللغوي، لكن هي ما تنطق آلهتنا أبدا. فعشان كده أيضا في هذا الموضع ما فيه إدخال لأحد، حتى اللي يدخل لا يدخل في هذا الموضع وفي آمنتم في مواضيعها الثلاثة. إذن عندنا هذه الكلمة، عندنا نعيد سريعا، حفص ورويس بهمزة واحدة على الإخبار وافقهما قنبل في طه، وروح والكوفيون غير حفص بهمزتين محققتين في المواضع الثلاثة، ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بتسهيل الهمزة الثانية في المواضع الثلاثة دون إدخال لأحد، وقنبل كما ذكرنا إيش بالإخبار في طه. إذن عندنا هنا خد بالك لابن ذكوان ولحفص استثناءان في المواضع الخاصة. استثناء الأول لحفص وابن ذكوان فيه أعجمي يقرآن فيه بالإيه بالتسهيل، وقاعدتهما التحقيق. وهذا الموضع الثاني بالنسبة ل حفص ابن ذكوان فقط، لأن حفص هنا بيسقط الهمزة أصلا. أما الاستثناء الثاني هنا لابن ذكوان أنه أيضا يسهل، أنه أيضا يسهل، لأنه هو جعل التحقيق لصحبة، جعل التحقيق لصحبة. نأتي بعد ذلك في موضعين قنبل رحمه الله قرأ فيهما بإبدال الهمزة الأولى واوا حال الوصل. قال فرعون آمنتم، بيقرأ كيف وحق وفي كلها حفص، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا، وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلا. قال فرعون الهمزة الأولى هذه يبدلها قنبل واوا، يعني كيف تصير؟ قال فرعون وآمنتم به، قال فرعون وآمنتم به. الهمزة الثانية مسهلة على أي حال، الهمزة الثانية مسهلة على أي حال، لكن عنده إذا وصل بما قبلها يبدل الهمزة الأولى واوا. قال فرعون وآمنتم به، وكذلك في قوله تعالى في سورة الملك وإليه النشور وأمنتم، وإليه النشور وأمنتم،
يعني هو لما يبدل الأولى واوا لكن تبقى الثانية على قاعدته في الإيه؟ في التسهيل، تبقى الثانية مسهلة، هذا في حال إيش؟ الوصل. طب إذا وقف يعني قال فرعون، ترك فرعون وقال آمنتم على طول، كيف يقرأ؟ يسهل، يحقق الأولى ويسهل الثانية. آمنتم به، آمنتم من في السماء، آمنتم، خلاص. إذن هذا الوجه اللي يزيد لقنبل في حال الإيش؟ الوصل فقط، عشان الضمة اللي قبله، عشان الضمة التي قبله، وانفرد هو بذلك. طيب، هذه الكلمة الرابعة مما من الكلمات التي لها حكم خاص، أن يؤتى. قرأ ابن كثير وحده في هذا الموضع بهمزتين، أن يؤتى أحد مثل ما أوتي. وفي آل عمران هو نص في الشاطبية قال وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى، نص على آل عمران لأن في أن يؤتى صحفا منشرة في سورة إيش؟ سورة ماذا؟ أن يؤتى صحفا مدثر، لكن المعني الموضع المقصود هو في آل عمران، لذلك قال وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى، أن يقرأ ابن كثير بتشفيع الهمز أي بهمزتين، وهو على قاعدته في تسهيل الثانية منهما أن يؤتى، وبقية القراء بهمزة واحدة على الإخبار، بقية القراء بهمزة. طيب، كلمة أئمة وآئمة بالخلف قد مد وحده، وهذا الضمير عائد على هشام، هذا الضمير عائد على هشام لأنه قال وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة وآئمة بالخلف قد مد وحده، فإذا هشام هو الوحيد الذي قرأ بالمد. يعني إيش بالمد؟ أئمة يعني قرأ آئمة، وقلب الخلف يعني له المد وله تركه، يعني آئمة أو أئمة، أول موضع جاء منها فقاتلوا أئمة الكفر في سورة إيش؟ التوبة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم ولا إيمان لهم، فهو يقرأ آئمة وأئمة، قال مد وحده، لماذا؟ حتى يخرج قالون ويخرج من؟ أبو عمرو، لأن الأصل عندهم في هذا هو الإيه؟ الإدخال، فلذلك قال وحده عشان خلاص يعني نعرف أن ما في حد من بقية السبعة له الإدخال في هذا اللفظ، فهو مد وحده، ما في أحد من القراء السبعة يدخل في هذا الإيه؟ اللفظ. وطبعا بالخلف يعني لهشام آئمة وأئمة. طيب، وبقية القراء يقرؤون بدون إدخال لكن يبقون على أصولهم في التسهيل والتحقيق، يبقون على أصولهم في التسهيل والإيه؟ والتحقيق، يعني ورش نافع كله، وأبو عمرو وابن كثير يقرؤون إيه؟ أئمة بدون إدخال لأحد، لأنه قال مد وحده، فإذا أهل سما يقرؤون بإيش؟ أئمة. طيب ورويس معهم؟ أيوة معهم، إذن ورويس أيضا. طيب وأبو جعفر معهم، لكنه يقرأ بالإدخال لأنه لم يستثنه له في الدرة، لأنه لم يستثنه له في الإيه؟ في الدرة، فيبقى على أصل قاعدته. يعني إذن اللي بيدخل عندنا اثنان، هشام ها وأبو جعفر، بس هشام مع التحقيق بخلاف عنه، آئمة آئمة، أبو جعفر بلا خلاف عنه يدخل لكن مع التسهيل، إذن الوحيد الذي يدخل مع التسهيل هو من؟
ها أبو جعفر، والوحيد الذي يدخل مع التحقيق هو من؟ هشام. طيب والذين يسهلون بدون تحقيق نافع وأبو عمرو ها وابن كثير ورويس، تمام، والباقون بماذا؟ بالتحقيق، والباقون بالتحقيق. إذن نقرأ المكتوب هنا، أئمة قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير ورويس بالتسهيل بلا إدخال، وأبو جعفر كذلك مع الإدخال، وقرأ هشام بالتحقيق مع الإدخال وعدمه، والباقون بالتحقيق بلا إدخال. وما وقع في نسخ الإضاءة من ذكر الإبدال لأهل سما فهو وهم من المصنف رحمة الله عليه، لأنه ذكر قال إنه هناك وجه ثان وهو إبدالها ياء محضة، وهذا وهم، هذا يصح لكن من الطيبة، وقال في الطيبة وسهل أو أبدل حط غنا حرم، لكن هذا في الطيبة، لكن هنا قال وفي النحو أبدل، يعني الشاطبي قال وفي النحو أبدل، يعني أبدله النحويون، فهذا جعلها حكاية عن أهل النحو، لم يجعلها رواية للقراء، لم يجعلها رواية للقراء، إنما جعلها إيش؟ حكاية عن النحويين. لكن الذي رواه أو الذي نقله الشاطبي حكاية عن النحويين نقله ابن الجزر في الطيبة رواية عن الإيه؟ عن القراء، ولكن هذا لا يقرأ به من الطيبة من الشاطبية ولا من الدرة، لا يقرأ أحد بالإيه؟ بالإبدال في هذا اللفظ. يعني أئمة في عندنا فيها أربع قراءات، أئمة هذه لمن؟ ها؟ أبو جعفر وحده، وأئمة ها؟ هشام وحده، وأئمة لنافع ها؟ وابن كثير وأبي عمرو ورويس، وأئمة للباقين، وهو الوجه الثاني لمن؟ لهشام. كلمات لا حكم خاص، وهذه الكلمة الأخيرة أن كان ذا مال، إحنا كان عندنا طموحات عريضة أن إحنا نأخذ الهمزتين من كلمتين كما طيب قدر الله ما شاء فعل. عندنا أن كان ذا مال، قال وفي نون في أن كان شفع حمزة، وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا، أي أن أأن كان ذا مال هذه زاد فيها همزة ثانية حمزة وشعبة والدمشقي، إذن حمزة وشعبة والدمشقي اللي هو ابن عامر، وهناك قال إيش في الدرة؟ أأن كان فد، أأن كان فد، واسأل مع ذهبتم إذ حلا، أأن كان فد يعني سيدنا خلف العاشر بيخبر، إذا خلف راح مع الإيه؟ المخبرين، ربنا يكفينا الشر. وبعد كده عندنا واسأل مع ذهبتم إذ حلا، إن الشاهد هذا قلت لكم احفظوه، إذ حلا اللي وقع يعقوب و أبو جعفر يقرآني ها بهمزتين، يقرآني بهمزتين. طيب إذا نرجع تاني الأصل المسألة الإخبار والاستفهام قبل ما نأتي للتسهيل والتحقيق. ها من الذي يقرأ بالاستفهام؟ أيوة حمزة وشعبة أيضا والدمشقي وابن عامر وأيضا يعقوب وأبو جعفر، هؤلاء يقرؤون بإيش؟ بهمزتين على الاستفهام، والباقون يقرؤون بهمزة واحدة على الخبر. طب الباقون بسرعة ها صحيين ويقولوا لنا مين الباقون؟ نافع وابن كثير وابو عمرو أهل سما يعني، وحفص والكسائي، وحفص والكسائي وخلف كمان، وخلف. إذن هؤلاء يقرؤون بالإيه؟ بهمزة واحدة. طيب قرأ بهمزة واحدة على الإخبار، أنتوا قلتوها من مخوك ولا غشتوها من لوح؟ طيب نافع
نافع وابن كثير وابو عمرو وحفص والكسائي وخلف العاشر. وقرأ ابن عامر وحمزة وشعبة وابو جعفر ويعقوب بهمزتين على الاستفهام، وسهل الثانية مع الإدخال. هنيجي كل واحد في هذا على قاعدته. احنا عندنا من اللي بيخبروا خلاص انتهينا منهم، همزة واحدة وانتهينا، لكن اللي بيستفهموا يأتي كل واحد على قاعدته. فهشام وأبو جعفر بماذا؟ بالتسهيل مع الإدخال، ولهشام أيضا بس هذا الوجه الوحيد. لماذا؟ لأنه قال والدمشقي مسهلة، يعني نص على أن هذا الموضع عن ابن عامر بالتسهيل قولا واحدا. إذن هشام هذا الموضع يختص له بأن له التسهيل مع الإدخال قولا واحد، ليس له فيها أي تسهيل التحقيق مع الإدخال. ولابن ذكوان استثناء سيأتي. أبو جعفر بالتسهيل مع الإدخال أيضا، وبدون إدخال ابن ذكوان ورويس. طبعا ابن ذكوان هذا استثناء له، استثناء له لأن القاعد عنده أنه يحقق. ورويس على قاعدته وحقق دون إدخال حمزة وشعبة وروح، وحقق دون إدخال حمزة وشعبة وروح. إذن لو واحد كده يعني مش صحصح جدا يقول لنا المواضع المستثناة لابن ذكوان في التسهيل اللي يسهل فيها. وطبعا احنا قلنا قاعدة ابن ذكوان هي تحقيق، يسهل في ثلاث كلمات، آمنتم في مواضعها الثلاثة، آلهتنا أعجمي وأن كان ذمن. إذن أربعة مواضع، أربعة ألفاظ، لأن آمنتم ثلاث كلمات بس هذه نعدها واحد. إذن له أربع كلمات هو خالف فيها قاعدته وقرأ فيها بالتسهيل. وهشام هنا خالف قاعدته من جهة أنه لم يحقق وإنما سهل مع الإدخال قولا واحدا، والباقون على أصولهم اللي هم حمزة وشعبة وروح قرأوا بالتحقيق بدون إدخال. ويعني لعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.